اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوه، وسدوا باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوه. يعني طول ما وشوشكوا سمحه، ناس بتظلم ناس مسامحه، على راسه بطحة هو ده اللي استغربه، اللي لسه ما جاش نصيبه بكرة يبقى معاه حبيبه، واللي سابك عادي سيبه والفراق استعجلوا. ويوم تمشي عكس معاك وعادي، ما الحياة دي يوم ويوم، فضي قلبك من الهموم تكسب الدنيا دي. قوم وعدي الصعب، يوم هتضحك لك ويوم تمشي عكس معاك وعادي، ما الحياة دي يوم ويوم، فضي قلبك من الهموم تكسب الدنيا دي. يعني طول وشوشكوا سمحة، ناس بتظلم ناس مسامحة، اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغربوه، اللي لسه ما جاش نصيبه بكرة يبقى معاه حبيب، واللي سابك عادي سيبه شايل هم ليه؟ كل شيء مقدور عليه، اللي راح منك مسيره ويجي غيره ترضى بيه، واللي فهم الدنيا دي شالها من تفكيره. ايه انت شايل هم ليه؟ كل شيء مقدور عليه، اللي راح منك مسيره ويجي غيره ترضى بيه، واللي فهم الدنيا دي حبة بإنسانية، مين بياخد رزق مين؟ يا الأخت فرح مالها؟ ده انتوا يا رجالة، ما هي كانت قدامك، انت زي تقفل السكه في وشي. انا مش عمر، انا مش المقدم عمر. مصره تعيشي في دايره واحده لانك راضيه تفضلي جزء من ظل الحياه. راجل عمره ما فكر ولا هيفكر فيكي كحبيبه. اي حاجه حصلت او هتحصل ده قدر. بس هو اتصاب اصابه كبيره جدا النهارده، هو في مستشفى الشرطه. طبعا ده مش حلم، انا بجد. الاستاذ في شغلي عاده بيكون نصاب. هو في نصاب بيختاروه رئيس تحرير شبكة أخبار عالمية. السعادة الكبيرة ممكن تستخبى جوه تفاصيل صغيرة. اللي بتعملي ده؟ أنا تعبت. اوعي كده، يعني مش عايزة تشوفني. انت مش عايزه تشوفيني يا فرح؟ اعمل ايه يا ست فرح؟ اطلعي بره يا وفيه. عايز ايه يا حمزه؟ عايز اعرف بتعملي معايا كده ليه؟ بعمل ايه؟ بتهربي مني، بتتعاملي معايا كاني واحد غريب، انا عملت لك ايه عشان تعملي كل ده يا فرح؟ عملت لي ايه؟ بجد انت مش عارف؟ فرح انا يمكن اكون ضايقتك. يمكن مش يمكن، انا اكيد ضايقتك، بس المفروض انت عارفه اننا ايه؟ قريبين من بعض ولا اصحاب ولا اخوات؟ احنا ايه بالظبط يا حمزه؟ اكتر من كل ده وانت عارفه، واكيد برضه عارفه ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا فرح. هو انت ازاي كداب كده؟ تقدر تقول لي دي مش دعوه فرحك على داليا؟ واللي في ايدك دي ايه؟ مش دبلة جوازكم؟ انت عايز مني ايه يا حمزه؟ عايز اقول لك اني غلطت، عايز اصلح غلطتي يا فرح. لا يا حمزه، انا اللي غلطت عشان انا اخترت اكون نص حل، اني اقف عند نص المشكله، اني احلم نص حلم، او حتى اتعلق بنص امل. فرح وكل ده ما كانش كفايه على شرفه، لحد للأسف ما فوقت على العجز، وحتى العجز اختار إني أكون نص عايشة ونص ميتة. أنت معاكي حق في كل اللي بتقوليه يا فرح، أنا فعلا ما أستاهلكيش. إيه بتعملي ده؟ أنا تعبت. اللهم اجعله خير. معلش، ده باين انه كابوس وحش قوي. الباشا بره. باشا مين؟ حمزه باشا. اقول له انك نايمه؟ لا استني، انا هاجي وراكي. أنا بقول برضو أكيد سمعك وأنت بتصرخي. أنت إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ بقول لك اللي سمعته. اخرج بره حياتي. هو أنت عايز مني إيه؟ فرح سيبني في حالي بقى، في إيه في كلامي مش مفهوم؟ عيب، مهما كنت متضايقه ما ينفعش تتكلمي معايا بالطريقه دي يا فرح. انا متضايقه من البرود اللي انت فيه. قلت لك ركز في شغلك وحياتك وبيتك، قلت لك ما تجيش هنا غير لما انا اسمح لك. على فكره سهل عليا قوي اني ارد واغلط، بس انا هصبر لحد ما افهم في ايه. تفهم ايه؟ تفهم ايه وليه؟ فيها يا فرح ما تتلمي بقى، عمال اقول لك مالك ما تسوقيش فيها. انت ايه اللي قلبك العلبه السودا دي؟ ايه ده؟ انت مين كان عندك هنا؟ ايه ده؟ اطلع بره يا حمزة. ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ مساء الخير يا استاذ اشرف. مساء الخير يا استاذه فرح. اهلا اهلا. ايه الاناقه دي؟ انت قلبك حاسس ولا متفقين؟ انطقي. في ايه مروشه انت؟ انا برضو اللي مروشه ولا الراجل يا عيني اللي قاعد مستنيكي جوه من المغرب ده؟ خرجتي راجل عن وقاره يا جحده. هو مين ده؟ هو في حد هنا؟ لا يا شيخ انت بتستهبلي؟ يعني في الخارجيه ما حدش كلمك وقال لك ان الاستاذ نضال جاي النهارده؟ لا ما حدش قال ان الاستاذ نضال جاي النهارده، وبعدين اكيد الراجل جاي الشغل. بجد؟ اه بجد. ميرنا ركزي، الراجل متجوز وعنده عيال. طب وايه المشكله؟ ام بي ايه؟ ايه ام بي ايه دي؟ يعني معرفت بتقابلها. الراجل عنده مشاكل رهيبه مع مراته. خدي مني. انت عرفتي مين؟ بس يا ستي هو يبقى صاحب محمد فضل. محمد فضل ده هو اللي بيخلص اوراق الاقامه، هو حكى له ومحمد فضل حكى له. انت اتكلمتي في مخك يا ميرنا؟ راحت تتكلمي مع موظف بيشتغل عندنا هنا في مواضيع زي دي، هيقول علينا ايه دلوقتي؟ الله، هو انت عامله ان هو مش همك ولا ايه؟ تصدقي هو مش هاممني فعلا، خلي شكلك انت اللي وحش. بس برضه ما ينفعش، ده انت متجوزه ومخلفه. وانت مالك؟ هو عنده مشاكل رهيبه ما بين مراته، وانا عندي مشاكل ما بيني وما بين امين اللي داير عارف عليا طوب الارض. وبعدين في الواقع انا حاسه يعني ان انا ونضال ظروفنا يعني. ما تستهبليش يا ميرنا. انت اللي بتستهبلي وعاجبك الحاله اللي هو فيها دي. حاله ايه؟ ما تشيلي الاوهام المتخلفه اللي في دماغك دي. اوهام؟ ده الراجل متشقلب حلو من ساعه ما صور معاكي الحلقه. وانا مالي، هو حر. وانت كمان. انا كمان ان شاء الله. انت كمان حره بقى يا فرح، وكفايه عليكي كده. فتحي عينك على اللي بيحبك بجد. وبعدين الراجل شكله محترم اهو وهيطلق. بقول لك يا ميرنا، يلا يا ماما، يلا حبيبتي روحي عشان انت اتاخرتي، سايبه نور مع بابا من بدري. يلا. طب بصي اقول لك على حاجه، هبص على اول نظره منكم وهمشي على طول والله. بليز عشان خاطري. انا مش مصدقه نفسي. عشان خاطري. استاذ نضال، اسفه جدا على التاخير. انا اللي اسف اني جيت من غير ميعاد. لا طبعا، انت تشرف في اي وقت. ميرسي. ميرنا اختي الصغيره والمديره الاداريه هنا في المكتب. مساء الخير. هي بس ما كانتش معانا يوم التصوير. عرفت. كانت مع جميل بيه ونور في الجونه. انت عرفت منين؟ لا ما ينفعش تسالي صحفي عن مصادره. طبعا. واحنا اتشرفنا جدا بحضرتك، وعلى فكره الحلقه كانت جامده جدا وجالنا عليها فيدباكس فظيعه من صحابنا. طبعا. فرح كانت عظيمه وصادقه. كلامها في الدفاع عن الناس والحريات اثر جدا في المشاهدين. مع ان قناه اجنبيه ومش كتير بيشوفوها هنا في مصر. مفيش حاجه مش متشافه في مصر. ما بالك لو اللي بيتكلم حد زي فرح. انتوا كده يا جماعه هتخلوني اصدق نفسي على فكره. انت لازم تصدقي. يعني اللي بتعمليه في شغلك واللي بتكتبيه في البلوج بتاعك بيخليكي ملهمه لناس كتير. اولهم انا. ده حقيقي. علشان كده بتبقى اول واحد بيعمل لي كومنت لما بكتب حاجه. ما شاء الله، ده واضح انك مركز. طب انا بقول بقى تشرب قهوه، شاي، نسكافيه؟ لا استاذ نضال ما بيشربش شاي. هو كان قال لي كده المره اللي فاتت. ما شاء الله، ده واضح ان انت كمان مركزه. طب ما تيجوا بقى نستثمر احنا هنعمل كده بجد. عشان كده انا جيت النهارده. في ناس كتير حابه تتواصل معاكوا عشان يدوا تمويل للمكان. جهات دوليه محترمه. ايوه بس الحاجات دي لا ما ينفعش اكلمك في حاجه زي دي وما تكونش مستوفيه كل الشروط اللي تطمنك. كلها جهات حكوميه وجامعات، وهم بصراحه حابين يتواصلوا معاكم بشكل مباشر. انا بس اللي حاولت الاقي حجه عشان اجي واشوفكم. طب قول لي بقى اخبار مصر معاك ايه؟ قصدي يعني انت طبعا والمدام والاولاد. الحمد لله. وعبير مراتي متفهمه جدا موضوع انفصالنا، وانا بصراحه مقدر لها قوي ان احنا مأجلين الطلاق لحد ما امور الاقامه تستقر. انا ميرنا فعلا كانت لسه بتقولي ان في محامي عندنا ماسك لك الموضوع ده. محمد فضل. محمد مش محامي وبس، يعني محمد صديق بجد. طيب احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، بس أنا عايز أحكي لكم دلوقتي حكاية يمكن تبان بسيطة أو حتى شخصية، بس أنا بعتقد إنها إلى حد كبير بتلخص الموضوع اللي بدأناه من 3 محاضرات اللي اتكلمنا فيه عن مفهوم الوعي المهني وميثاق الشرف الإعلامي. يمكن كلكم تعرفوا عم صلاح اللي بيشتغل في الكافيتيريا هنا. طبعا يا دكتور كلنا عارفينه، صلاح الترو. ارتو؟ ايوه يا دكتور، عشان بيرسم على الكوفي، حد طلع عليه ارتو. دي انا ما اعرفهاش. المهم عم صلاح كان بيتكلم معايا من اسبوع تقريبا. تأمرني بحاجة تانية يا دكتور؟ معلش يا صلاح، أنا عارف إني أخرتك وأنت عايز تروح. لا أروح يا دكتور. يعني من حلاوة القعدة في البيت ولا النومة؟ تحب أجيب لحضرتك عصير فريش؟ لا عصير إيه؟ أنا لسه ما خدتش حقن السكر. استنى أما أتغدى. تحب أجيب لك لقمة تاكلها؟ تعيش يا صلاح. انت ساكن قريب من هنا اوصلك في طريق؟ لا 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 توصلني ايه؟ انا بعيد قوي، ده انا باخد 3 مواصلات عقبال ما اجي هنا، و3 زيهم اروح بيهم. اصل الاوضه اللي قاعد فيها انا وابني بعيده قوي، شغل بقى. ابنك بس يعني بقيت ولادك ومراتك فين؟ في البلد. ما هو يا دوبك المصاريف على قد انا وابني الشقيان. هو بيشتغل؟ اسماعيل قاعد على بنك. قاعد على بنك؟ طب شقيان ايه بقى؟ حضرتك فاهم غلط، هو شغال عامل امن في بنك. طب ما سكنتش قريب من هنا ليه؟ السكن هنا غالي قوي، واحنا يا دوبك على قد انا وابني. ربنا يقويك. لا مؤاخذة يا دكتور، يعني أنا آسف، يعني بقالك كده كام يوم كده مش مبسوط، يعني أنا آسف في السؤال، يعني إحنا هنا كلنا بنعزك. الله يخليك يا صلاح. شوية تفكير كده، اللي يشوف حال غيره يا دكتور يحمد ربنا على اللي هو فيه. شوية التفكير دول بتوع حضرتك أنا ماليش فيهم، يا دوبك اروح البيت احط دماغي على المخده، لو لقيت لقمه اكلها، لو ما لقيتش انام لحد الصبح. يعني انت مبسوط كده يا صلاح؟ جينا بقى لشغلانه حضرتك، بس ما تاخذنيش، مش هجاوب الاجابه اللي في دماغ حضرتك. وايه بقى اللي في دماغ حضرتك؟ وايه علاقه ده بشغلتي هنا؟ انا بقول على التلفزيون. مش حضرتك برضو بتطلع في البرامج اللي بتتكلم على ان البلد كلها بايظه وعايزه تتصلح؟ انا عمري ما قلت كل حاجه بايظه، انا بقول ان في مشاكل. وبعدين انا سبت شغلي ده من زمان، انا بدرس هنا في الجامعه بس. امال حضرتك يعني الفيديوهات اللي بنشوفها لحضرتك دي ايه؟ قديمه يا صلاح. طالما قديمه يعني بيذعوها ليه؟ سؤال وجيه فعلا، ولازم تلاقي له اجابه. لا انا ماليش في الاجوبه ولا في الاسئله ديت. حتى لما بسالك اذا كنت مبسوط يا باشا، الاسئله دي مش بتاعتي. ولا مؤاخذه، الاسئله دي بتاعت حضرتك يعني، واللي بيدرسوا هنا. اشمعنى؟ عشان احنا بتوع الرضا يا دكتور احمد، اي حاجه بتكفينا، وأصغر فرحة تحلي أيامنا، وإيدينا بنتحايل على الرزق يقعد معانا ويطول شوية. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الشقة، ربنا يديم علينا النعم يا رب. مش عايز حاجة. الحمد لله، الحمد لله. طبعا ما طلبش اي حاجه، اكتفى بضحكه في وشي طالعه من قلبي. بعديها بكام يوم شفت صلاح تاني، بس الضحكه اتبدلت بهم وحسره، ولما بصلي المره دي كانت نظرته كلها خيبه امل وتأنيب. اسماعيل ابنه الكبير استشهد في الحادثة الإرهابية اللي كانوا بيحاولوا يسرقوا فيها بنك بعد ما حطوا قنبلة في مدرسة. صلاح، انت زعلان مني في حاجة؟ حضرتك وكل اللي زيك، كل اللي يهمهم انهم هيقولوا على الحوادث اللي بتحصل في البلد، يا اما الدولة هي اللي بتعملها يا اما الداخلية سبب فيها. انا مش فاهم انت ليه؟ عمر ما حد فيكم اتكلم على ان الناس دي كفرة وما يعرفوش ربنا، مع ان اللي بيعملوه ده حرمته عند ربنا اكتر من هدم الكعبه. احنا مين بس يا صلاح؟ انتم بتتكلموا عن اللي بيموتوا ان هم مجرد عدد، وكل ما العدد كتر كل ما يبقى احسن لكم عشان الكلام يبقى جامد. انتم مبسوطين من اللي بيحصل ده. خليت الناس تتكلم عن قتل على انه حق وطار، عمره ما كان حق ولا طار. طبعا صلاح زي ملايين غيره كان شايف فيها الإعلام اللي رسخ للعنف والبغض والشماتة، الإعلام اللي أنا منه حتى لو كنت بعدت عنه، الإعلام اللي شال أي إحساس باليقين، أي إحساس منطقي باليقين، وحوله لوباء الشك، الشك في نفسنا قبل أي حد تاني. الإعلام اللي تجاوز حدوده المعروفة والمقبولة وبقى سلاح حقيقي للكراهية، كراهية سهل جداً إنه يولعها وصعب جداً إنه يطفيها. خسرنا إسماعيل، إسماعيل اللي كان في بداية عمره، اللي كانت أحلامه وطموحاته أكيد أقل من أي نظريات أو تحليلات عميقة بندرسها أو بندرسها أو حتى بنتكلم فيها. وخسرنا صلاح، خسرنا صلاح بكل طاقة الرضا اللي كانت جواه. خسرناه. لما تتخرجوا وتشتغلوا اوعوا تفقدوا انسانيتكم تحت اي ظرف، حتى لو اتظلمتوا. استمتعوا باحترامكم لنفسكم وحب الناس وخالق الناس. طب وايه الجديد يا حمزه؟ ما انت وفرح على طول بتتخانق. لا يا عمر، المره دي مش زي كل مره، بقول لك طردتني. لا هي حصلت توصل لكده؟ ايه ده، في ايه؟ انت بتسمعينا ولا بتسمعي النبض؟ لا طبعا بسمع النبض. بسماعه واحده. خلاص بقى نبويه بقى. كنا بنقول ايه؟ لما فرح طردت الباشا. اطلعي بره يا ست انت. اطلعي بره، الجرح هيفتح الله يخرب بيتك. مش معقوله مش عارف يحفظ اسمي، ده هي اكيد الرصاصه لما رشقت في نافوخه رشقت في الذاكره، انا متاكده. المهم اتكلمتوا بعدها؟ لا طبعا، انا عكيت الدنيا معاها جامد يا عمر. طب ما تهدى يا عم حمزه، خف شويه. انت هتعمل زي سلمى انت كمان؟ فرح دي عشره عمري، اقرب حد ليا. انا ما بصدقش في الكلام ده، الراجل راجل والست ست. ما عنديش بقى جو الاخوه والصداقه والكلام ده، لازم يبقى في حاجه على الاقل من حد منهم. واحد وست اكيد اكيد في حاجه. صح، عندك حق. امسك اخويا. شكرا. ايه حكايه جمانه شرف بقى؟ مين جمانه شرف؟ يا جدع جمانه شرف التليفونات والسهواكه والنحنحه. لا الكلام واصلك غلط على فكره. فعلا. خد مني. عايز حاجه تانية يا عمر باشا؟ يوه اضربها من نار يا حمزه، وانا هشهد معاك انه دفاع عن النفس. اطلعي بره. ايه ده؟ شادي انا 5 دقايق ونازله بالظبط. هو ايه الكلاينت اللي عايز يقابلني يوم عيد ميلادي ده؟ بجد غريبه قوي. فهمتهم حوار الكونتراكت اللي عندنا؟ طب بقول لك ايه، يلا ابعت لي اللوكيشن دلوقتي. باي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه عمري. خليكي فاكره دايما الكلام اللي قلتهولك في عيد ميلادك ده، السعاده الكبيره ممكن تستخبى جوه التفاصيل الصغيره. بابي. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. لا بقى، ده احنا طلعنا جامدين قوي، انت مش عايزني اظبطك بقى على كده. ربنا يخليك ليا يا احلى بابي في الدنيا وما يحرمنيش منك ابدا. يلا خلص بسرعه بقى عشان انا مستنياك في البيت وانا اللي عامله الاكل بنفسي النهارده. لاف يو، جود لك، باي. هناء بصي بابي جاب لي ايه؟ ودي كمان. ربنا يخليكم لبعض يا رب. عايزه ايه يا هناء؟ قولي دلوقتي حالا بدل ما ارفدك. يو طب مش قايله. عايزه ايه غير انك تروحي بدري النهارده عشان عيد ميلاد امل؟ يا اختي عليكي وعلى نباهتك، انا اصلا كنت جايه افكرك. فاكره طبعا، بس مش عشانك، عشان امل عيد ميلادها نفس يوم عيد ميلادي. ايه ده؟ هو انا ازاي اسمح بالفوضى دي؟ البنت دي لازم عيد ميلادها يتغير في شهاده الميلاد وعلى طول. كفايه على الكون عيد ميلاد واحد بس النهارده. عيد ميلادي انا. والله يلا مش عايزين نزود على البنت مقاس، يعني كفايه انك مامتها فكفايه عليها قوي كده. طب تصدقي انا همشي ومش هطبخ لك ولا لقمه، وشوفي بقى تضحكي على باباكي ازاي وتقولوا ان انت اللي طبخه. يا نهار اسود، يور بلاك ميلينج مي. ايه مالك متنحه كده ليه؟ بقول لك حاضر. يا سلام، يعني انت كده مش بتشتمي يا خديجه؟ انا مش شتمتكيش خالص على فكره. لا انت كده بتشتمي على فكره، انا عارفه كلمه حاضر دي بالانجليزي يعني اوكي. كنت بتقولي يا بت في عينك ايه بت دي؟ وبعدين يعني انا كنت بقرا عليكي حاجه عشان تتقلبي تكوني ضفدعه. يا نهار اسود، مش بعيده عليكي من الافلام الرعب اللي بتتفرجي عليها ديت، انا بشاهد 100 مره من الاصوات اللي بتبقى طالعه وهي زي اعوذ بالله الله اكبر الله اكبر. يا لهوي ايه الاوفر ده؟ اهدي بس اهدي، انت وترتيني. بقول لك ايه، انا عايزه اكل النهارده يبان ان انا اللي عاملاه، فاهمه؟ يعني ابوظه؟ امشي امشي من قدام عيني بجد، انت مليتي الاوضه نيجاتيف انرجي مش قادره عليكي والله. حاضر، بس كل سنه وانت طيبه. وانتي طيبه. استني استني، الله تسلم ايدك بجد يا خديجه. اوعي تتباعي يا هناء، والله ما يحصل ابدا. اي حاجه بتاعت امل بشيلها لها لحد ما تكبر. ايوه انتي بس جوزك البلطجي ده انا ما بثقش فيه الصراحه خالص. اخس عليكي يا خديجه، والله ده حوكه طيب وغلبان، غش بس الدنيا هي اللي جايه عليه. ماشي يا مدام حوكه، خدي. ايه ده؟ ده فاوتشر قسيمه شراء، عارفه المول اللي بتركبي من عنده؟ في محل لعب كبير قوي في الدور الارضي، عايزاكي تروحي هناك وتنقي حاجه حلوه لاموله، وما تشيليش هم السعر خالص، يعني لو في حاجه انا هظبطها، بس هات لها حاجه هي نفسها فيها، اكيد انتي عارفه هي عايزه ايه. ربنا يخليكي ليا يا رب. لا إذا كان كده أنا هاخدها يوم الأجازة، خليها تلف المحلات كلها وتنقي اللي هي عايزاه. جيبي لها اللي هي عايزاه بجد يا هناء. حاضر والله، وهروح أعمل لك دلوقتي أحلى أكل. يوه مش عايزة أحلى أكل، أنا عايزة أكل يتصدق إن أنا اللي عاملاه. يبقى أوحش أكل. هناء امشي من قدام وشي، بجد امشي من قدام وشي دلوقتي. استني استني استني. إيه تاني؟ هاتي الكيس القطيفة اللي في الدرج، ما جاتش عليكي يعني. شادي أنا آسفة قوي بجد، المحور زحمة قوي، أنا جاية لك دلوقتي حالا. خدي دي. لا لا دي نرمين صاحبتي بتتكلم جنبي بس معلش. وانت بتصور ايه بقى عند السلطان حسن؟ كذا حاجة. الولاد بيعملوا ريبورت عن منظمة التعاون الإسلامي. فقلت لهم ياخدوا الانترو هناك. وبالمره انا عملت دوكيومنتري عن المكان. انا بحب شغلك يا دكتور، انا اتعلمت منك يا دكتور، مع اني ما قعدتش في الشبكه كتير. كويس انك مشيت. بالنسبه لي اكيد كان كويس اني مشيت، بس مش عارف لو كان ده كويس بالنسبه لك برضه ولا لا. قصدي يعني حضرتك كنت واحد من المؤسسين، بيتهيألي الموضوع كان صعب. معاك حق. انت معاكش عربيه هنا ولا ايه؟ معايا. هبعت حد للجامعه يجي لي بيها على التصوير. معلش انا اسف اني سبت العربيه وورطتك معايا. بس انت كنت وحشني بجد، فقلت اقضي معاك اطول وقت ممكن. يعني ما تقولش كده، انا اتبسطت قوي ان انا شفتك. بعدين انا بقالي مده ما شفتش جامع السلطان حسن. كمان يا اخي ما انت ياما وصلتني في الشام.